طيب، مزيدا من التفاصيل على كل التفاصيل اللي سألتكم أو كلمتكم عليها، ودي تساؤلات كل الناس على السوشيال ميديا، نروح لزميلنا فاروق صلاح اللي متواجد حاليا في مقر إقامة النادي الأهلي عشان نعرف منه كل الجديد وكل الأخبار. والميزة إن فاروق كان موجود في مران امبارح فعنده مستجدات، والنهارده في المعسكر فشاف تفاصيل أكتر نطمئن من خلاله. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ومحمد، انت طرحت كل الاسئله اللي بتشغل بال الجماهير النادي الاهلي. اعتقد يا محمد انت كل الاسئله اللي اتقالت على مدار ال 48 ساعه انت طرحتها، لكن ان شاء الله يعني باذن الله يا محمد يعني خلال تواجدي معاك ان شاء الله نرد على كل هذه التساؤلات بما يكون في مصلحه فريق النادي الاهلي. طيب، الكلمه معاك، اتفضل، وهنسمع منك كل الجديد، والناس كلها اكيد عايزه تعرف منك الاخبار الصادقه، لان انا عارف في كتير كلام على السوشيال ميديا، فالناس يا عيني غصب عنها بتحاول بس ايه تستنى تسمع المعلومه الرسميه من خلالنا. وبالتاكيد انت قريب من كل التفاصيل، فنطمن من خلالك على الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير المعسكر النهارده، مين اجازه مين مريح، حمدي فتحي اللي انت امبارح كان ليك اجتماع والتقيت بدكتور احمد ابو عبله، وعندك كواليس وتفاصيل حصريه يا فاروق. يعني محمد خليني بس في البدايه طبعا اكد لك طبعا زي ما انت اكدت على اهميه هذه المباراه، مباراه سيراميكا، خاصه انت بالفعل مش هتخوض اي مباراه في الدوري الا يوم 22 او 23/6 الشهر القادم، طبعا مع طبعا ان النادي الاهلي هيخوض لقاءين امام الوداد ثم التوقف للاجنده الدوليه. وبالتالي ان مباراه اليوم هي مباراه صعبه جدا، مباراه مهمه جدا، وده الكلام اللي اكد عليه مستر مارسيل كولر في كلامه مع اللاعبين سواء امس او اليوم. يعني تعرف اهميه هذه المباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي انك تحافظ على صدارة الدوري، وخطوة مهمة جدا بتقربك من درع الدوري. كتير جدا من الجماهير انت عارف خلاص يعني بعد مباراة سيراميكا هنبدأ نفتح مباراة الوداد، والجماهير طبعا التساؤلات اللي بتطرحها جماهير النادي الاهلي يا محمد اكيد طبعا علشان مباراتي الوداد، وخوف الجماهير طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يكون بكامل العناصر استعدادا لمباراة الوداد اللي هتكون يوم 4 ان شاء الله مطلع الشهر القادم. اعتقد يعني الخوف او حاله القلق اللي عند الجماهير والتساؤلات اللي الجماهير كلها بتطرحها اكيد علشان مباراه الوداد، لكن برضه في نفس الوقت باكد على اهميه مباراه سيراميكا. لكن خليني يا محمد نجاوب على مجموعه من التساؤلات اللي يعني الجماهير او بتشغل بال جماهير النادي الاهلي، زي ما اكدنا بالامس محمد على حمدي فتحي، ويعني كان لي حديث مع الدكتور احمد ابو عبله اللي اكد لي على ان الامور بالنسبه لي حمدي فتحي تم اجراء فحوصات طبيه واشعه رنين بالامس ايضا لي حمدي فتحي، اطمن من خلالها الدكتور احمد ابو عبله. يعني خليني برضه عشان اوضح لك الصوره ويكون بتفاصيل اكثر، كان اشتكى حمدي فتحي من تقل شويه في العضله الخلفيه بعد انتهاء المران أول أمس. الدكتور أحمد أبو عبلة عمل بعض الفحوصات وأشعة السونار، ثم يعني بالأمس اتأكد أكتر وعمل أشعة الرنين اللي يعني ثبتت سلامة حمدي فتحي، وبالتالي إن فضل الدكتور أحمد أبو عبلة يعمل له برنامج استشفائي مصغر، يعني بدأ من الأمس بالجري حوالين الملعب. لكن خليني أكد لك بصوره مؤكده يا محمد جاهزيه حمدي فتحي للمباراه الاولى للاهلي امام الوداد، وده امر يعني زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله. بالنسبه ايضا لعلي لطفي ومحمد الشناوي، خليني اكد لك ان شاء الله علي لطفي ومحمد الشناوي هيكونوا موجودين في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي عقب انتهاء مباراه سيراميكا، وخليني اكد لك جاهزيه ان شاء الله محمد الشناوي وايضا علي لطفي لمباراه الوداد. لكن زي ما انت عارف ان علي لطفي خارج هذه المباراه مباراه سيراميكا، ولكن مصطفى شوبير موجود طبعا وباكد لك جاهزيته لهذه المباراه، الى جانب طبعا بعض الحراس اللي موجودين من قطاع الناشئين، لو بنتكلم على مصطفى مخلوف وايضا حازم جمال، وايضا بالامس كان عاد حمزه علاء وشارك في المران الجماعي للنادي الاهلي. فبالتالي انت يعني خلاص بطمنك على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي، مصطفى شوبير واحد من الحراس المميزين. لكن الاهم طبعا انت عارف ان مباراه الوداد باكد لك جاهزيه محمد الشناوي وعلي لطفي ليه مباراة الوداد بمشيئة الله، وهينضموا للتدريبات الجماعية إن شاء الله الفريق النادي الأهلي عقب طبعا انتهاء مباراة سيراميكا واستئناف الفريق التدريبات واستعدادا لمواجهة فريق الوداد. اتكلمنا برضه محمد ومن ضمن التساؤلات هل مستر مارسيل كولر هيرجع بعض اللعيبة طبعا اللي كانت غايبة عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة، أو اللعيبة اللي ما شاركتش في مباراة إنبي. خليني أكد لك النهاردة طبعا كان موجود في المران بالأمس، واللعيبة اللي طبعا فضل مستر مارسيل كولر دي فترة راحة أكتر في مباراة طلائع الجيش، بأكد لك موجود علي معلول، وجود حسين الشحات، بيرستاو،
ايضا بتتكلم على عوده محمد هاني، مجموعه اللعيبه ومروان عطيه، مجموعه اللاعبين اللي فضل مستر مارسيل كولر ان هو يرايح في المباراه الاخيره، باكد لك جاهزيتهم ان هم يكون موجودين النهارده. اعتقد يعني من اللي احنا شايفينه في المعسكر او من التدريب بالامس محمد، ان مستر مارسيل كولر النهارده هيعود للتشكيل الاساسي للنادي الاهلي مع اجراء بعض التغييرات هتكون في اضيق الحدود، لكن اكد لك على جاهزية كل اللاعبين او القوام اللي موجود مع النادي الاهلي. الاهم النهارده طبعا يا محمد انت عارف، ودي النقطه المهمه جدا اللي بيشدد عليها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين والكابتن سعد عبد الحفيظ، مستر مارسيل كولر بياكد على اهميه المباراه وان احنا ضروري ان يعني ان نحرز الثلاث نقاط في هذه المباراه. كابتن سعد عبد الحفيظ في كلامه مع اللاعبين يعني نحاول نتجنب الالتحامات، انت عارف يهمنا مهم جدا 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 في هذه المباراه ان انا اتجنب حدوث الاصابات، وده امر ان شاء الله نتمنى ان ما يحدثش مع لاعبي النادي الاهلي. الامور اللي احنا لمسينا هنا من اللاعبين يا محمد تركيز تام جدا في مباراه سيراميكا، لا حديث عن مباراه الوداد قبل الانتهاء من مباراه سيراميكا. يوم النهارده الفريق كان يوم اعتياد يا محمد، زي ما انت عارف ان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30، بعد قليل هتكون وجبه الغداء، ثم هيكون في المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر اللي بيتكلم من خلالها على اخر التفاصيل او اخر الامور، ومن خلالها بيعلن التشكيل، ثم التوجه لاستاد القاهره استاد القاهره اللي هيستضيف احداث اللقاء الاهلي وسيراميكا اللي نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. انا موجود معاك يا محمد طبعا لو في اي استفسار او اي تساؤل، وايضا ممكن اقرب لك الدنيا اكتر من جانب معسكر فريق سيراميكا. اعتقد يعني يا فاروق انت جاوبت على كل التساؤلات من امبارح للنهارده، يعني اي حد دلوقتي بيتابعنا على شاشه الاهلي هيعرف كل الاخبار المتعلقه باللاعبين اللي كان فيها كلام كتير قوي والجمهور قلقان وخايف. فانا بشكرك يا فاروق على تعاونك ووصولك للتفاصيل الخاصه بجاهزية الفريق خلال الفترة الجاية قبل خوض مباراة سيراميكا اليوم. ولكن آخر سؤال متعلق بفريق سيراميكا كليوباترا، حصل تعديل في الجهاز الفني، تولى الكابتن حلمي طولان مدرب قدير ليه تاريخ كبير فريق سيراميكا، يمكن مسك الفريق في المباراة اللي فاتت أعتقد خسر، والنهاردة هي المباراة الثانية للكابتن حلمي طولان مع سيراميكا. يعني مباراة سيراميكا مع الأهلي برضو شايف استعدادات سيراميكا لمواجهة الأهلي، بما أنك برضو عندك كواليس مع الفرق المنافسة وممكن تقول لنا سيراميكا ممكن بيحضر إزاي لمواجهة الأهلي. يعني خليني اقول لك ان دي طبعا هتكون يا محمد تاني مباراه للكابتن حلمي طولان مع فريق سيراميكا بعد توليه القياده في المباراه الاولى كانت امام فيوتشر وانتهت بفوز فيوتشر على سيراميكا بهدف مقابل لا شيء. كابتن حلمي طولان في كلامه مع اللاعبين بالامس في المحاضره اللي عقدها مع اللاعبين قال للاعبين وحذر اللاعبين من قوه وخطوره النادي الاهلي، وقال اوعوا تفتكروا ان النادي الاهلي او لاعبيه هيكونوا منشغلين بمباراه النهائي، ده صعب يحدث. لعيبه النادي الاهلي مركزه انها تنهي الدوري، ودي نقطه مهمه جدا ان مش في يعني بعد مباراه سيراميكا هيكون في المباراه النهائيه لعبة الاهلي هتكون منشغله بهذه المباراه. كابتن حلمي طولان اكد على اهميه المباراه واكد على الشراسه الهجوميه للنادي الاهلي وان فريق سيراميكا ما يسيبش مساحات لفريق النادي الاهلي. وخليني من خلالك يا محمد اقول لك وننفرد بتشكيل فريق سيراميكا لهذه المباراه طبعا طبقا للمران الاخير للكابتن حلمي طولان، وده التشكيل الاقرب بنسبه 99% لهذه المباراه. هيكون محمد بسام في حراسه المرمى، هيكون قدامه الرباعي احمد رمضان بيكهام وسيف طقه، رجب نبيل واحمد هاني اثنين في دايره المنتصف، هيكون محمد متولي كناريا ومحمد عادل، قدامهم مثلث هجومي مكون من ميدو جابر صلاح محسن محمد ابراهيم، خلف راس الحربة احمد ياسر ريان. ده التشكيل يا محمد، ده تشكيل فريق سيراميكا لمباراه النادي الاهلي. نتمنى طبعا التوفيق في للنادي الاهلي في هذه المباراه. زي ما انت عارف يا محمد ده طاقم تحكيم بقياده الكابتن محمد عادل، اللي دي تعتبر ثاني مباراه للكابتن محمد عادل هيديرها للنادي الاهلي بعد مباراه طلائع الجيش اللي كانت انتهت في الدور الاول بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، والتوفيق لفريق يعني لطاقم تحكيم المباراه بقياده الكابتن محمد عادل ان يدي لكل فريق أكيد حقه، وباذن الله النادي الاهلي يعود بثلاثه نقاط غاليه باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات والايضاحات اللي قلتها لنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وكل التوفيق يا رب للاهلي النهارده في ختام مشواره المحلي قبل الموقعه الافريقيه في الاسبوع المقبل.